السلام عليكم ورحمة الله. سنة 1765 أمريكا بدأت في التواجد على الساحة اللي احنا بنطلبه من نفسنا دلوقتي كعرب وكمسلمين. وقتها أمريكا عملت مقاطعة للبضائع البريطانية، لأن قوة المقاطعة مؤثرة لدرجة كبيرة جدا جدا وقادرة على تغيير شكل العالم، وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة إن شاء الله. ودي كانت ساعتها اسمها الحرب الثورية الأمريكية أو حرب الاستقلال الأمريكية، اللي كانت بين 1775 و 1783، يعني حرب دولية لكن كانت بين بريطانيا العظمى وقتها وبين ال 13 مستعمرة التابعين ليها اللي تحالفوا مع فرنسا، وده كان في القرن ال 18 الميلادي، واللي أعلنت استقلالها علشان تتكون أمريكا وتبدأ في حقبة جديدة أو بداية تأسيس قوة عالمية عظمى تاخد مكان بريطانيا اللي كانت عظمى. لكن في سنة 1773 اتطور الأمر بعد موضوع المقاطعة ده، وظهرت حركة اسمها حركة أنصار الله. مش أنصار الله؟ ايوه معلش اسف، المعلومات بتدخل في بعض انتوا عارفين. دخلت بقى حركه جديده اسمها ابناء الحريه، ودول الوطنيين الامريكيين. دمرت الحركه دي شحنه كبيره جدا كانت جايه على سفينه برضو من بريطانيا في ميناء بوسطن، فبريطانيا على طول قفلت المينا وفرضت شويه عقوبات كده على الدوله الغلبانه اللي في اخر الدنيا دي، ولسه شويه مستعمرات غلابه كده تابعين لبريطانيا العظمى وبيحاولوا يتمردوا. لكن على مين؟ طبعا دي بريطانيا العظمى اللي بتحكم العالم كله وقوتها في كل مكان. العقوبات طبعا كانت على مستعمرة خليج ماساتشوستس، فالناس زعلت هناك فكونوا حكومة ظل وعملوا عصيان كامل وبدأوا يحكموا نفسهم بنفسهم وخلعوا من تحت حكم التاج البريطاني لحكم ذاتي. وبعدها بقى كونوا 12 مستعمرة وسموها الكونجرس القاري عشان ينسقوا بينهم، وعملوا بقى لجان واتفاقيات وشغل على كبير ونجحوا في الحكم واستقلوا في الآخر. يعني المقاطعة تقدر تغير شكل العالم. مثال تاني، في جنوب أفريقيا عملوا مقاطعة وكانت ورقة ضغط كبيرة جدا وصلتهم للاستقلال من التمييز أو الفصل العنصري ضد السود، وكان كفاح كبير لحد سنة 1980. لما تيجي تدور وتبحث في حجم التجارة العالمي هتلاقي أن الكيان الصهيوني المحتل وصل حجم التجارة بينه وبين دول الشرق الأوسط بس 11.5 مليار دولار. تركيا والإمارات والأردن ومصر من أكبر الدول في التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، أنا بتكلم طبعا لحد قبل الطوفان. بعد ما فهمنا وعرفنا بعض الأفكار وبعض المعلومات نقدر نفهم سوا اللي جاي. العرب والمسلمين قوة ضاربة وفاعلة في العالم كله، يكفي السعودية أو مصر أو تركيا، ومش هنقلل كمان من باقي الدول العربية والإسلامية واللي عددنا تخطى 2 مليار وكل ثانية بنزيد بفضل الله. لكن كل الدول دي بقت بتتفرج على اللي بيحصل بالظبط زي اللي ابنه مظلوم واقف قدامه بيتضرب ضرب مش عادي من واحد لا هو من العيلة ولا من نفس المدينة ولا حتى من نفس الدولة، لدرجة انه ممكن يموت في اي وقت من كتر الضرب، وهو كل اللي قادر يعمله انه يروح لصديق او صاحب المجرم اللي بيضرب ابنه لدرجة الموت ويقول له لو سمحت معلش قول له بس يخليه يوقف شوية الضرب عشان عاوز اديله شوية اكل وشوية مية ويشم نفسه وبعدين ابقى اعمل فيه اللي انت عايزه مفيش مشكلة. وانا بصراحة زيكم كده بالظبط مش فاهم ايه اللي بيحصل، ومن الكل للأسف. وطبعا حتى الكلام ما تقدرش تتكلم لان الكلمتين دول اللي انا قلتهم من شوية ممكن يتسببوا لك في مشاكل كبيرة جدا، بس بصراحة الواحد مش عارف يسكت وهنفضل لإمتى ساكتين أو آخرنا الكلام. بس أنا عارف إن الوضع ده هيستمر وقلته من أول يوم بالتحديد يوم 8 أكتوبر لو نفتكر مع بعض، والوضع مش هيتوقف لأن اللي بيحصل إن الأمور خلاص جابت آخرها زي ما بنقول كمصريين، وعند الطرفين والطرفين فاهمين إن الخطوة دي ما فيهاش رجعة، لأن الرجوع معناه النهاية الواحد فيهم أو الهزيمة المنكرة. لكن أنا النهاردة مش طالع بقى عشان أقول فين الجيوش وفين الأسلحة وفين الدول وفين الكلام ده، الكلام ده كبير لأن كتير قالوه كمان قبلي، وأنا قلت باختصار الموضوع ده ما فيش منه فايدة والكلام مش هيغير حاجة. التغيير اللي كاتبه ربنا سبحانه وتعالى على البشرية كلها جاي، سواء انت بقى من المؤمنين بكلام ربنا او ملحد ومش فاهم الامور كويس او تفكيرك محدود، وده مش عيب لان دي امور بيهبها الله سبحانه وتعالى لعباده مش بالمزاج، يعني في ناس بتفهم وفي ناس ما بتفهم. اللي جاي مرتبه رب العالمين سبحانه وتعالى مش احنا، ومش هنغير اي شيء ومش هيتغير اي شيء الا بسقوط رأس الشر في العالم كله عاد الثانية، والكل عارف بدون ما نذكر اسماء. ولكن والله الواحد حزين على الشعوب هناك لان الشعوب فيها خير كبير وربنا بينور بصرتهم للايمان الحمد لله، ولكن هيحدث الامر بترتيب رب العالمين، ومش معنى كده طبعا ان احنا نسكت، احنا نعمل اللي نقدر عليه، لكن هيحصل السقوط المدوي للشيطان الاكبر ومفسدة الامم الاكبر في العالم وسبب الكوارث والمشاكل في كل شبر على وجه الارض، وده برضو بسببنا احنا وبسبب تقصيرنا احنا مع ربنا لاننا بعدنا عن عزتنا وقوتنا اللي هي في وحدتنا
وقبل وحدتنا ديننا. وده اللي قاله أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلاصة اللي احنا فيه والحل في كلمتين من أعظم كلماته ومن أعظم الكلمات على وجه الأرض: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الحوثيين اتفقنا معهم أو اختلفنا، عملوا تأثير كبير مش للكيان بس، ده التأثير أصبح عالمي وأثر على أمريكا وبريطانيا ودول العالم كله، لأن ده طريق بحري عالمي. اليمن هجموا 12 أكتر من 12 سفينة يعني لغاية تحضير الفيديو ده، وده تسبب في توقف 4 شركات كبرى عن العمل من شركات النفط والغاز زي شركة بي بي البريطانية، أكبر شركات النفط في العالم تقريبا. وده هيأثر كمان على الأسعار العالمية للأسف، وهتبقى كارثة اقتصادية، غير كمان شركات التأمين اللي بتتحمل الخسائر نتيجة الهجوم على السفن التجارية دي. كمان خبراء عسكريين قالوا إن الهجمات دي ما حصلتش من أكتر من 20 سنة، لكن الكارثة الأكبر بسبب توقف الطريق العالمي ده هتضطر السفن تسافر 14 يوم حوالين أفريقيا، لأن 80% من بضايا العالم بتتنقل عن طريق البحر، 30% منها عن طريق قناة السويس. كمان طائرات الحوثيين اللي بدون طيار تكلفتها $2000، أما الصواريخ الأمريكية اللي بتضرب بيها أمريكا الطائرات دي تكلفتها أكتر من $2 مليون. الخبر بيقول في الصحف الأمريكية إن صاروخ SMT الأمريكي تكلفته أكتر من $2 مليون مقارنة بتكلفة الأهداف التي يسقطها والتي تبلغ حوالي $2000. وده يثير جدلا كبيرا بين المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. في خبر كمان بيقول صاروخ $2 مليون لإسقاط طائرة $2000، وده قلق في أمريكا من تكلفة التصدي لهجمات أنصار الله. ده مش بس كده، ده خلى كمان وزير الدفاع الأمريكي يعلن إطلاق عملية بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم حارس الإزدهار، تقوم بدوريات بحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة ومواجهة هجمات أنصار الله، وده ربنا يستر وما يكونش بنية تانية. أما بقى التكلفة الكبيرة اللي بيدفعها الشعب الأمريكي من ضرائبه الكبيرة جدا جدا، فالأمريكان معترضين وفي حالة من الغليان بسبب دفع الضرائب دي، مش مقابل خدمات أو تسليح الجيوش، دي مقابل الأسلحة اللي بتساعد بها أمريكا الكيان الصهيوني. يعني المقاطعة غيرت شكل العالم زمان، ودلوقتي نقدر برضو نغير بيها بإذن الله شكل العالم كورقة من الأوراق القوية جدا 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 للضغط. يعني لازم الدول العربية وقبلها الإسلامية اللي عددنا بيزيد كل ثانية بفضل الله تتصدى للي بيحصل على الأقل اقتصاديا، والشعوب أهم من كل ده، وأصلا المقاطعة في صالح بلدنا. يعني مثلا المصريين لما يقطعوا فده في الآخر في صالح الإنتاج المحلي، والناس لما جربت المنتجات المحلية لقوها أفضل والله بكتير، لكن سياسة الصهاينة الإعلانات ثم الإعلانات ثم الإعلانات، وهم كده من زمان بيقولك يا شمعون يا أخويا لو معاك 10 قروش هات بضاعة بقرش واعمل إعلان بـ9 قروش الباقيين. لكن إحنا عملنا ولسه نقدر نعمل إن شاء الله، ولازم نوعي بعض تاني، لأن بعض الناس بدأت تنسى أو تاخدوا الأمور على إنها يعني خلاص بدأت تهدى والدنيا أخدتنا بقى وانشغلنا ونرجع تاني مفيش مشكلة زي ما كنا. عشان كده في البداية كلنا كنا بنقول المقاطعة لازم تكون دائمة وأبدية، وأقسم بالله لو العرب والمسلمين في العالم كله كانوا عملوا مقاطعة حقيقية بنسبة 90% ما كناش شفنا اللي بيحصل ده ولا شفنا الغطرسة اللي هما فيها حتى الآن. لكن للأسف في ناس مش معانا، وفعلا زي ما قلت قبل كده في ناس تحس ان هما نازلين في أجازة من المريخ وراجعين مع أول صاروخ. صحيح كلنا حاسين بالتقصير ونفسيا تعبنا من القهر والظلم وحاسين اننا ما بنعملش حاجة، ولكن بإيدينا المساعدات المادية والدعاء والمقاطعة وتوعية الناس وهنوصل إن شاء الله، بس نصبر ونتحمل ونعمل كل اللي في وسعنا وناخد الموضوع بجد. ما تبقاش الناس في اللي احنا بنشوفه كل لحظة واحنا أبسط حاجة مش قادرين عليها. والله يا جماعة الجنة غالية وربنا يريد منا المحاولة. ده أنت بتتعب عشان تشتري موبايل مثلا ولا حاجة زادت عن ثمنه أو قلت، المهم إننا لازم نتعب عشان نتحصل على الرزق، ودي جنة بناها رب العالمين سبحانه وتعالى وأعدها إعداد للمؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفي انك منعم فيها وبيجيلك رزقك ومخلد خلود بلا موت. معقولة مش عايزين نتعب اي تعب، او حتى مش قادرين نستغنى عن حاجة بنشتريها وبسبب شراها يعني بفلوسنا هننهي حياة مسلم، او بفلوسنا هنهدم بيوتهم وحياتهم ونضحي بأولى القبلتين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقر الخلافة في اخر الزمان كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الدعاء والمقاطعة والمساعدة بالطريقة اللي نقدر عليها بالمال وبإيصال المعلومة، النت اللي عندك يا أخي اشتغل عليه ووصل الفيديوهات في كل مكان اللي بتتكلم عن القضية دي، اللي حاسس ان الكلام اللي فيها هيأثر وهيسيب تأثير في الناس شاركها وما تتكسفش، وعيب قوي قوي لو دي تبقى مقدرتنا على نصرة اخواننا المسلمين والعرب وكمان مش عارفين نعملها. ما بقولكش اقعد شير وانشر، لا بقولك نقي وشوف اللي ممكن فعلا يغير ويسيب تأثير وشاركه، لان دي ابسط حاجة ممكن نقدمها. وهندعي كمان ربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا رب سامحنا مش قادرين نعمل غير
غير ده في الوقت الحالي. واخر حاجة اتق الله وسيبك من اي حاجة كنت بتعملها حرام. انا لا بكلمك على اني شيخ ولا عالم، انا بكلمك على اني واحد زي زيك مش بتدقن هي. وعيب قوي لما تبقى اخواتنا نساء بتموت واطفال بيموتوا ليل نهار وبيتعرضوا للابادة وانت لسه بتعمل حاجة حرام. عيب على العروبة وعيب على الاسلام وعلى الرجولة وعلى النخوة. واحترامك لنفسك قدام نفسك يا اخي، بلاش قدام الناس. ربنا يصلح حالنا جميعا. ما تنسوش الاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.